بعد يوم واحد من تفجيرات دمشق التي خلفت 25 قاتلا على الأقل، ها هو انفجار جديد يهز حلب ثاني أكبر المدن السورية، حيث انفجرت سيارة مفخخة في حي سليمانية قرب فرع الأمن السياسي حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ذكر التلفزيون السوري أن الانفجار وقع خلف مؤسسة البريد في سليمانية بين بنايتين سكنيتين. الانفجار خلف عددا من القتلى والجرحى لم يحدد عددهم بعد، كما لم تعرف الجهة المسؤولة عنه، لكن النظام السوري يوجه أصابع الاتهام إلى عصابات إرهابية، مثل ما كان الحال في انفجارات دمشق التي استهدفت إدارة الأمن الجنائي بدوار الجمارك وإدارة المخابرات الجوية بساحة التحرير. انفجار الأحد هو خامس انفجار يضرب المدن السورية منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، انفجارات تبادل فيها النظام والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراءها.